هنعمل مع بعض الرز بطريقة جديدة، طعم جديد. هنعمله بالبسلة والجزر، تمام؟ مش هياخد معانا اي وقت، وهنحط له بس بصلاية في الاول ومعلقة زيت صغيرة بس، وهنحتاج طبعا الملح معانا. يبقى كده هنحط بصل، رز، بسلة وجزر، ملح، وطبعا شوية مية. ماشي. اول حاجة عملناها ايه بقى؟ تسخن، اهي مولعة عليها، حطيتها تسخن، وهنضيف شوية زيت وارجع لكم. بس ضفنا شوية زيت صغيرين، ازاي؟ معلقة، معلقة صغيرة او معلقة كبيرة زي ما انت عايزة. بس انا طبعا بنقلل الزيت في الاكل، فهنحط معلقة واحدة بس كفاية. هنحط البصل، نحط البصل، نقلب البصل مع بعض. هنضيف له ملح وفلفل ونرجع له. حطيت ملح وفلفل، وبنقلب اهو مع بعض. دبلت شوية، هنقوم ايه حاطين شوية بسلة وجزر، مش كتير لان احنا مش عاملين، هنفضيه وارجع لكم. بس كده كفاية. بس وهنقلبه كده شوية، هنقلبه شوية. هنسيبه كده ياخد بيدي مع بعضه، وبعدين كمان هنسيب ايه، هي اصلا مش مستحملة، يعني هي يا دوبك هتستوي مع الرز. فهنقوم ضايفين الرز على، بس ندوخ ده اول كده شوية، نشكشك مع بعضه ويدبل مع بعضه، نعجنه ويدبل مع بعضه كده. هنفضي الرز ونرجع. وكده حطينا الرز اهو، هنقلبهم مع بعض. هنحط بقى ملح للرز بس، نحط ملح كده وهنقلب. هنضيف المية، هنجيب، احنا حاطين هنا كوباية رز، هنجيب كوباية ونص رز عشان كمان البسلة. حطينا كده المية وقلبنا اهو، وقلبنا. هنسيبه بقى لما يغلي، وهنقوم مغطيين عليه وطافيين، ومغطيين، هنغطي ومغطي. طبعا هنقلها على نار واطية لما تشارب كده، تشارب اهو. هنقلبه، طبعا الريحة طالعة حلوة قوي. بس ورز صحي وجميل، وما حطيناش زيت كتير، وبالخضار كمان، ده عشان ممنوعين طبعا من المسبكات. ده يبقى حلو قوي قوي عشانهم، ان هم هياكلوا جزر وبسله من غير مسبك وتقيل وكده، وكده خفيف، وبرده في نفس الوقت استفادوا. بس كده الرز كده استوى، هنقدمه مع بعض، وهنقدم جنبه، هنشوف بقى مع بعض مفاجأة. كده هنكون خلصنا احلى رز بالخضار اللي هو البسلة والجزر، وكمان زينا
بشوية كزبرة. حلو جدا، طعمه جميل، ممكن نقدمه جنب اي حاجة انتوا عايزينها. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة عشان اقدم حاجات احلى من كده كمان واسرع من كده. تمام، اشوفكم في حلقة جديدة، مع السلامة.